17 صوت صولة 17 تشرين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ثائرون. اليوم الحلقة خاصة. ليش؟ لأنه معنا رئيسة جمعية الأزرق الكبير والناشطة الاجتماعية المهندسة عفة شتيلة. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أيضا خاصة الحلقة لأنه نحن معودين أنه يكون في عنا ضيفان، واليوم هيكون عنا ضيف واحد فقط لأنه الثاني اعتذر، وهو رئيس أحدى المجموعات السيادية. وعلى فكرة هيدي مش أول مرة مجموعات السيادية بيعتذروا قبل الحلقة مباشرة، ويمكن كأنه في حدا عم يمنعهم من الظهور ببرنامجنا، فلازم لنا التوضيح. مدام عفت، أول شيء أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. حأبدأ معك بسؤال نحن دايما بنطرحه، شو بيعني لك أنك تكوني لبنانية أو لبناني، وشو اللي برأيك الهوية اللبنانية؟ بالبداية إنسان، هلا وين ما كنا، كنت فرنسوية، لبنانية، شركسية، ألمانية، إنسان، نحمي الموقع اللي نحن فيه، نحترمه كالإنسان الثاني والبيئة الاثنين سوا. وهيدي إلى قوانين، إذا بقرر أنا وين موجودة والهلوانين تعجبني، فأنا بدي يكون كمان تحت هلوانين. هلا نحن شفنا بعد ثورة 17 تشرين هوية جامعة بين الشباب، خصوصي بعد ما شلحوا عباءة الطائفية اللي حملينا إياها وملبسينا إياها الزعمة، فصرنا عم نشوف روح شبابية حلوة كلياتنا صرنا نفتخر فيها. شو شفت أنت بعد ثورة 17 تشرين أو ضمن الثوار؟ شفت أنه في شيء رجع، يعني مثل الوردة البرعوم اللي بلش يتفتح، يعني مثل ما بقوله صار لازم، حان الوقت، لأنه هالوسخ اللي عشنا فيه الطائفية، وسخ إذا الطائفية، يعني عشنا الكذب، عشنا كذبة، لأنه لبنان بيقولوا 18 طائفة خانقوا كلهم مع بعض ودبحوا بعض على أساس 18 طائفة. بس لو هن بيعرفوا دينهم، أقل من أبسط الإيمان إنه ما تكب على الطريق، يسون كانوا حافظوا على الطريق وعلى السجرة. فمن أبسط الإيمان، هي عم بقول لك أسخف شيء، كيف بعدين تروح للإنسان والدم والهن. ففي كذبة هيك جمدة تنحطت على الرف، وهذا الشيء كتير حلو، بيّنوا اللي كانوا فعلا إنسان، بيّنوا وهي عملوا الثورة. طب ضمن الحلول اللي كنا عم نسمع فيها بالآونة الأخيرة أنه بلكي الفيدرالية هي الحل، ونقدر نعطي لكل منطقة أو كل ديانة منطقة، شو رأيك بهذا الطرح؟ إذا في، لا شك أنه للأسف الديانات هي في الدين دينين مطلوب، وبقية الطوائف لا أعترف فيهم. يعني أنا ما بقول أنا شو طائفتي، أنا مسلمة ولبنانية، هيدي التعريف. يعني إذا بدي أفوت على الهوية، أنا مسلمة ولبنانية. فإذا بدنا نروح لجاوب على سؤالك، هنن كل واحد منهم لصارت في طائفية بلبنان، لحقوا بلد، لحقوا سياسة معينة، يروحوا لعنده. رح كمان، اللي حابب يحكي بس عربي يروح لعنده، حابب يحكي بس فرنساوي يروح فرنسا، حابب يحكي بس إنجليزي يشيل العربي يروح. في بلاد، كل شيء لكل شيء، طريقة حابب تعيش فيها في بلد يروحوا. صحيح. طب رح بلش من عندك كمان، بالنسبة لحملة الأزرق الكبير، فيك تعرفيني عن هيدي الجمعية وهيدي الحملة وبشو تعنى وشو مشاريعكم هلأ؟ هي كانت ثورة بالسبعة وتسعين، فكتير كان في ثورات طلعوا بالسبعة، من قبل 17 تشرين، ولكن 17 تشرين هي كانت جامعة. صحيح. فكنا خمس غطيصة، وخي حازم دريس كان هو المدرب تبعنا، وكل غطسة كان في زلاحف ميتة، لأنه كان في تراكم يلي رجع هلأ، رجعنا له تراكم من النفايات خلال الحرب تنكب على البحر. فطلع بهيدي الصرخة انه كل غطسة الزلحفة ميتة، شي بيقهر. فقال انا بدي نظف كل الشط وكذا، وهذا تعالوا نشتغل. وقامت هيدي الحملة، ومن اول سنة كان معنا 8 وزارات ساعدونا، وحتى بالغلط قال على التلفزيون كل الشط اللبناني، فحتى ما نكذب طلبنا من اليونيسف تشتغل على المناطق المحتلة، كان بعد في احتلال.
وهيك تنظف الشط، ومن بعدها عملنا شيء اسمه بلو بوليس، واشتغلنا على المسابح كيف ممكن تصير محميات، واشتغلنا كثير على صعيد وطني اقليمي وعالمي. فعم نشتغل على كثير مواضيع، اهمها حمايه الاحياء البحريه، الامن الغذائي، امنك الغذائي مثلا هلا الشواطئ، ونحن هلا بالحاله يعني السمك بالحاله اللي نحن فيها ما مطلوب نبكي، نحن عندنا بروتين بالبحر. صحيح. فاللي ما قادر يشتري لحم البروتين بالبحر، بس خربوه للبحر من النفايات ومن الصرف الصحي، كله هيدا من وراء هالمنظومه الفاسده اللي استلمت من ايام الحرب وهي ذاتها بقيت. هيدي المنظومه خلتنا نقعد بقلب التلوث وبقلب الوسخ لوصلنا لهون، هي وصلتنا لهون، وكان لابد بوقتها يمكن اشتغلنا ما كنا فهمانين السياسه كيف القصه، ولكن كنا عم نشتغل على شيء الزباله. هلا لا، عم نشتغل مع كيف نوصل لك حتى بالقوانين، انه مثلا يمنع البلاستيك بلبنان. القانون اشتغلنا على قانون الاداره المتكامله للمناطق الساحليه، هيدي حتى نحمي الاملاك البحريه من الاستملاك، بلس حمايه الاحياء البحريه، يعني هي بتمنع الاستملاك وكمان بتحمي الاحياء البحريه. وعملنا استراتيجيه كمان لوزاره النقل، وهلا كان لازم تتطبق 2019، بس طبعا المنظومه الفاسده ما بدها، فخربوا اللي كنا عم نبلشين فيه اللي هي رمل البيضة. أول محمية من 16 محمية، مش محميات العادية، محمية يلي بتسمح للإنسان والطبيعة يكونوا بإدارة متكاملة بين بعض، هن بينبسطوا كإنسان والبيئة ما بصير لها شيء، بتكون سليمة. أي يعني للأسف ما منشوف مساحات عامة للشعب ليلتقى فيها ليقعد فيها، ومع انه هي ضمن التنظيم المدني امر كتير اساسي للمدن ولعمليه التنفيس ولربطهم شوي بالطبيعه. كمان عم تشتغلوا بهيدا الملف، يعني قلتي لي كنتوا في 8 وزراء كانوا عم يتعاملوا معاكم، شو 8 وزارات؟ وزارات هن يعني معهم، وخاصه الجيش اللبناني بنحييه، وهو الوحيد هلا فوق كل شيء مصايب، هو الوحيد اللي واقف على موضوع كمان النفط، يلي هو المركز البحوث البحرية، مشكلة النفط اللي صارت على الشواطئ. هيدا كان بدي أسألك فيها، هيدا الكارثة اللي صارت. صحيح. فكل مدينة لازم يكون لها القري الداير الخضار. نحن مثلا تنقول بيروت أو المدن الساحلية عند البحر اللي بشيل قسم كبير من التلوث، بخفف عنا وبيعطيها، والداير الثاني لازم يكون اخضر. ولكن مثلا تسال عن جدودنا كانوا افهم، كان في حرش بيروت، شوف قديش انقضم منه الحرش. صحيح. انشال منه، انسرقوا الاراضي على فكره، انسرقوا الاراضي، وساعه بيمرض الشجر ساعه هيك وبيرجع بيشيكي كمان ملعب الجولف اللي هو من اكبر المساحات الخضراء عندنا ببيروت، ومع ذلك عم تتأجر بأرخص الأتمان. صح. ولأشخاص معينين فقط. وكمان في قصة عليها هلأ، يعني في مشاريع مستقبلية للجولف، كل شيء حاطين إيده عليه ما يخلو لك ولا متر مربع تتنفس، أنت بالنسبة لهم بس خادم. ويوم اللي أنت ما بقى في لزوم تبقى خلص بلاك، يا هاجر يا موت. طب خبريني أكثر عن الحملة اللي عملتوها بالفترة الماضية بالنسبة لتنظيف الشط، بعد ما سمعنا أنه كان في تهريب زيت بالمناطق الجنوبية بلبنان تقريبا. شو خبريتها؟ شو السبب هيدا التهريب من الزيت أو البترول؟ وشو كان الضرر علينا وشو قدرتوا تعملوا؟ البيئة البحرية متكاملة كلها مع بعضها، وعلى فكرة البيئة البحرية بس تصلح فيها أسرع من الأرض، دغري بترجع بتشفى بسرعة. ولكن اللي صار إنه أول ما انضربت صار في مشكلة بهيدي الباخرة اللي قالوا إيرانية على سواحل فلسطين المحتلة شمالا. أوكي. فصار هالتسرب. هلأ نحن على الرمل البيضة موجودين، شفنا النفط قبل ما ينعلن بسور، فنحن افتكرنا يعني وصلت على بيروت قبل طيار البحري بعتها، كان السحابة دغري. من بعد 4 أيام بلشت تظهر بالجنوب، وبالجنوب ظهرت طبعا كميات أكبر.
هلا من بعدها بجمعتين صارت تظهر على كل شواطئ لبنان وبكميات كثير اكبر. حتى بالشمال؟ حتى الشمال، رحنا كل الشط حتى عم تظهر بكميات اكبر. كارثه بيئيه يعني، كارثه بيئيه، كانها الباخره كلها تفضت يعني بالبحر. أوف. الغريب انه هلا مسكر الموضوع تمام يعني. هلا لبنان قدم شكوى عنه. لبنان قدم شكوى بس شو اللي هلا كل موجة بحر يعني اليوم مثلا في تغير الطقس في كب على الشواطئ كل يوم. أوف. المنيح انها عم بتكب، منيح انها عم بتكب على الشواطئ لنقدر نلمها او نقدر لنقدر نشيبها. وبعدين على الشواطئ خاصة الرملية مع الـ هي بالنسبة لي، وهلا حيحاربوني كل البيئيين، بتعرف حيحاربوني هلا عم بقوله، بس هي عم دراسات نحن عاملينها بنفسنا بال 2006 على الصخر كتير خطرة وبتبقى على السطح وقت طويل، وهي الخطر فيها كمان مش بس تمسكها، التنشق تبعها كتير خطر. هلا طبعا بالهواء الطلق مش هالخطورة، تحت الماي خطرة كتير لانه مادة خلص اجت لزقت اخذت مطرح ما بده يطلع العشب وعملت ريليسز قتلت الموجود، بس كمان راحت محل الهابيتات يعني قتلت الموائل. الموائل عم تقتل الموائل اللي هي بتكون حاضنة لهالبيئة البحرية، فهي الخطورة الكبيرة. وخاصة التراسات، والحمد لله انه ما كل التراسات اقلوا اللي نحن برمنا عليهم ما بنعرف غيرهم، التراسات اللي هي مشهور فيها لبنان ما انصابوا التراسات اكتريتهم. هي كتير مهمة التراسات لانه هي من اهم الريزويات لبقية البيئة البحرية. هيدول الحمد لله على حياد اكتريتهم مش كلهم، بس اكيد المغاور، مغارة الفقمة، وهذا كله 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 انضرب. هلا اللي على الرمل مع اشعة الشمس عم نشيل قدر المستطاع، والحمد لله انه بعد ما بلش موسم الزلاحف، ولكن في سلطعون البحري اللي اكيد انضرب. طبعا هلا بنحكي سلطعون بحري والناس بدها تتمسخر وتضحك، لانه للاسف للاسف بعض الثوار شايفين الثورة هي بس الفساد، مش الثورة حفاظ على التنوع البيولوجي والايكو سيستم اللي هو بده يخلينا يعطينا الرفاهيه والاكل وكل شيء والاقتصاد، كله متصل كله متصل. فيا سوار، بعض السوار اساسا، اول شيء بدنا نشكر كل السوار عم بالثوره، كثير عم يعملوا جهود حلوه، بس لازم السوار يلتفتوا لموضوع انه البيئه والنظم الايكولوجيه هي قد ما انتم عم تطلعوا على الفاسدين. الفاسدين مرحله وبروحوا، بس النظام الايكولوجي هو اللي حاملكم، هو اللي بيحملنا. صحيح، هو اللي بيعطينا الاكل، حتى الاكسجين بالبحر هو اللي بيعطينا الاكسجين بالبحر. طبعا هو اللي بيسحب الفايتوبلانكتونز الموجوده، بتمص السي او 2 بتعطينا اكسجين، بتنقي الكوراي هو اللي بيسحب السي او 2، كل الخراب اللي نحن عم نعمله البحر بخفف عنه 100%. غير انه هو بيعطيك الفود سيكيورتي، تحاصروا مدن الساحل عندهم بروتين بالمي. مزبوط، ولكن نحن خربنا طبعا. هلا جينا موسم بحر، أو لك حيقدروا ينزلوا اللبنانية على البحر أو في تلوث عالي ويمكن ما نلحق ننظفه كفاية، وشو ضررها على الأشخاص اللي بدهم هلا ينزلوا بالصيفية؟ يمكن شهرين ثلاثة زمان. إذا في التلوث من قبل النفط. أوكي، إذا بنحكي شغلتين بالنسبة للنفط، أول ما تصير الكارثة النفط أول يومين ثلاثة بكون عم يتبخر، بس الضرر كمان بالهواء، بس طبعا راحوا الرياح لغير مطار. الباقي بينزل دغري. فاللي نزل بالنسبة للسابحين ما في ضرر كماي، بس وين الضرر؟ محل ما في صرف صحي، محل ما في صرف صحي من بعده حده، من بعده هذا دايما عندنا اياه الصرف الصحي، هيدا لازم ننتهي منه. بيروت هلا انشغل كثير لحتى بيروت اقل تبلش تتوقف. عرفنا بالايد باي وبغيرها كان في صرف صحي، ايدن باي ايوه، ايدن باي لحاله هو ملف ملف اي، والصرف الصحي تبع لبنان لحاله ملف اللي اندفع حقه بلاوي وبعده بينزل على البحر او على الانهار او الانهر 100% يعني. كمان عرفنا انه اغلب الانهر كلها صارت ملوثه طبعا. طب وكمان بالنسبه للسدود اللي كانوا عم بيعملوهم، هل لقيتوا اي جدوى من السدود ولا كمان هدر مال عام ومحسوبيات؟ قلت شو بدنا نحكي لنحكي جهل مع هن قبل الجهل، في قبل المصاري، مع الجهل اللي شجعوا ووقفوا معهم، وهي فساد بفساد، هي قتل النظام الايكولوجي اللي هو بيعطيك المي.
فانت عم تمنع حالك، وبعدين لازم المي توصل على البحر. انت اذا بدك توفر مي، مي الصرف الصحي، تستعمل خذ المي وزرع فيها، لانه الشجر بيرجع بيعطيك مي. يعني رجع عمل انت دوره لحالها، بتمشي لحالها وبتصير تعطيك لوحدها. صحيح. مثل النحل بيروح هو بيجيب لك العسل، انت مزارع العسل مش هو اللي بيتعب بالعسلات، هو بيبعت النحل لحالها بتروح بتجيب له العسل. فهو النظام الايكولوجي هو بيجيب لك بيئتك واكلك لعندك، بس بدك تحافظ عليه. المي لازم توصل على البحر، صحيح، مية النهر. اما مية الصرف الصحي ومية الطرقات لما بتشتي، لانه للاسف من يوم ما مسكت هالاداره يعني سنين لورا بعدهم عم يشتغلوا على دمار البلد. فيا ثوره بدك تمشي النظام من اساسه، تنكشه تشيله من اساسه. مش معقول هلا بعد بنقول ان كان المجلس الانمائي والعمار او البلد بعض البلديات انه هنا بدهم يعملوا البنى التحتيه تبع الصرف الصحي توصل على البحر. طب هذا الشيء ما طبيعي، لانه المي لما هلا عم بتشتت الدنيا، المي اللي بتوصل من الشتاء على البحر اخطر من بخاريه النفط اللي صارت من كم من جمعتين. وبتوصل هيدروكربونز على البحر اكثر من البخاره اللي صارت، وهي دراسات. صراحه مواضيع كثير شيقه وكثير ممتعه، ولكن هون بيكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من برنامجنا. ارجو انه تنطرونا للجزء الثاني، رح ننتقل لفاصل قصير وبعدها منتابع برنامج ثائرون. انطرونا. سبنتين صوت وصولت 17 تشرين. أعزائي المشاهدين، عدنا إلى الجزء الثاني من برنامج ثائرون مع المهندسة عفت شتيلة. مدام عفت، سمعنا بالفترة الماضية طلع السيد حسن، طلع جبران، طلع عدة أشخاص وجنبلات منهم عم يحكوا بالنسبة للجهاد الزراعي وعم ينصحوا اللبنانية إنه يقوموا بهيدا الشيء. قديش واقعية إنه نحن نصير بلد منتج زراعيا، وشو المشاكل اللي عم نعاني منها فعلا؟ من أيام التسعينات، وهن كلهم كانوا موجودين اللي هلا عم يحكوا، من أيام التسعينات هن اللي قالوا وقت المرحوم رفيق الحريري قال إنه هيدا بلد مش صناعي ولا زراعي، هيدا بلد بس سياحي وخدماتي. هون من هون هن كلهم حطوا الخطة لبلد بيقدر منك بحاجة لشيء لتنتج وتصدر. نحن لبنان أساسا كان له بالستينات العصر الذهبي تبع الفواكه. حتى بعرف أنا لبنان طول عمره كان فلاحين، يعني أغلب الوظائف لب لبنان وببيروت وبكلها فلاحين. صح. ما يعني المشكلة بهيدي كل هالمنظومة، مشكلتهم انه بس بيجوا يعطونا اوامر شو بيقولوا ايه، يعني بيتفلسفوا، ما اللي بدي اقولها بيتفلسفوا نظريات وقت اللي انت عم تغرق اللي بدك تطبطب. يعني الاس او اس، نحن ما بدنا منكم اس او اس، نحن بدنا منكم التنمية، نحن ما بدنا نكون سيرفايفرز، نحن بدنا نعيش لنعيش في تنمية. لبنان بلد زراعي وصناعي صحيح وسياحي صحيح، وهلا التكنولوجيا بتسمح لك مجالات بدنم ارض انك تزرعه قد يمكن 20 دنم. التكنولوجيا هلا يعني هل في عندنا نحن اراضي وتستعمل مي، وتستعمل مي اقل 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 من 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 دنم حتى لل 20 دنم. لانه هذا التكنولوجيا كتب، بدل ما تحكوا على الموضوع انه هلا بدكم تعملوا لنا تجيبوا لنا دجاجتين وتعطونا اياهم، لا، احكوا لنا بالتكنولوجيا، احكوا لنا بالخطه التنمويه الزراعيه والاجرو اندستري. ونحن لبنان قادر يطلع اجود انواع الفواكه، اجود انواع الخضره، عندنا المناخ وعندنا فقط بس يكون في والحبوب كمان. طبعا الحبوب هو اساسا كان بلد انتاج حبوب، هلا كل اللي عم نحكي عنه بالكميات منه لبنان انتاج الكميات كما قبل، بس هلا في تكنولوجيا مثل ما عم بقول لك بتدوبل لك بتربل لك الكميه. حط كل هول على جنب، نحن اول شيء للبيئه، نحن مطلوب نزرع مش نجيب من برا،
ولا يكون عندنا الامبالاجات، يعني كله حتى من بيحب البيئه لازم احنا نشتغل، احنا نزرع من باب الزراعه، مناخنا من نحن مناخنا بينتج. برجع باكد لك كان في بالستينات عصر الذهبي، كان عالم الفاكهه، الفاكهه اللبنانيه كانت عالميه. للاسف الفاكهه اللبنانيه هلا رحت على وزاره الزراعه لحتى اسال عن مكتب الفاكهه، صار مكتب الفاكهه مكتب طاوله ما بعرف اذا بعدها موجوده بقلب مكتب التوضيب. اها يعني هو العكس. أوف. عندك الفاكهه المكتب الفاكهه إيه؟ جزء منه هو التوضيب. اها هلا صار العكس، بس التوضيب والباقي مكتب الفاكهه. فحتى يعني ما في تصريف الفكر. اعمال حتى ما في عندك اداره، يعني هيدي المنظومه يلي ركبت مش بس الفساد، هي كمان منظومه ما عندها النو هاو نهائيا. شو قاعد عم تعمل؟ حتى فهم ما في، لا في فهم، في بس سرقه، في بس فساد، ما في فهم. حتى نحن مثلا بعدهم لهلا عم يجيبوا الشتور من برا، النصوب للمزارعين. ليش ما نحن عنا ابلايد سنترز بكل المناطق موجودين ومدفوع حقهم؟ ليش ما هول السنترز هن عم بيطلعوا النصوب وندفع دراسات كتير على اي نوع نجي؟ يعني اذا بدي بلش احكيك بالفساد كارثه، لانه حتروح حتى على الليمون اللي هلا انت عم تزرعه. اوكي، هل هي الليمون اللي هي لازم تزرعها؟ ما قلنا ثقه فيهم، لانه بعد 7 سنين حتلاقي حالك انت بانتاج بستان منه منتج مثل اللي كان مدروس، بس لانه معلش في فلان حياخد على الدولار على كل شجره كمان فتنا محسوبيه. لا، في امور كتير عم بتصير وما زالت تصير. وبعدين المزارع بده دعم، ومن يومين للاسف بعض الثوار طلعوا بموضوع محاربه البيض. انتوا بتعرفوا انه البيض هلا العلف قد ايه عم يشتروه؟ بدل ما نحن الثوار نقوم نحارب المزارع اللي هو بده يسكر خلص. مزارع اكيد بده يسكر، بده يوزع الدجاج، بده يذبحهم، ما بس اكيد بده يسكر المزارع. بدل ما نحارب هالمزارع نحارب التاجر يلي هرب المدعوم. انا وياك دفعنا حق الدعم، التاجر هرب المدعوم او خباه ليربح عليه بعدين زياده، والمزارع طلع بلا دعم. وهيدي نحن شاهدينا وعنا معلوماتنا فيها. فاجوا ضربوا مين؟ ضربنا بعض، لانه المزارع هو كمان من هالثوار اللي بدهم يغيروا. نحن ضربنا بعض. وغير انه حتى بنسمع بتهريب البضائع ان كان هلا من برات لبنان، وحتى قبل وقت الخضره البيض كان ينجاب من سوريا، البطاطا كانت عم تنجاب من مصر بالمواسم اللي نحن كان يطلع فيها موسم. اكيد طبعا، لانه بكون للامضه في امضاوات حق يعني مصر. اللي بفهمه منك نحن قادرين نكون عندنا اكتفاء ذاتي بالنسبه للمحاصيل الخضره والفواكه والحبوب. انت قادر تصدر حتى كمان، ما تنسى انه انت قادر تصدر كمان كثير منتوجات. هلا صارت البراند تبعها كتير مطلوب، قادر تصدرها انت هاف واي لاوروبا من مناطق. يعني انت كترانسبار انت ارخص من غيرك لانه انت هاف واي. طب شو المانع؟ ليش ما عم نوصل لهيدي المرحله؟ يلا يا ثوره خلص، غيري لنا بدنا دعم يمكن. لا 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 لا, لا. بدنا بس غيروا المنظومه بس هيدي بس هي. بس بس ما بدنا. طب سمعنا كمان المنظومه كانت عم تحكي ببديل بالزراعة اللي هو زراعة الحشيش أو القنب لاستعمالات طبية، هل برأيك هيدا مشروع ناجح أو أفضل من باقي المشاريع الزراعية اللي ممكن نحن عم نعملها، خصوصا أنه المزارع بالبقاع عم بيعاني من زراعة البطاطا ما عم بيطلع كلفته وأكيد باقي المزروعات؟ إلى حسناتها وإلى سيئاتها. عم بحكي كرمال الدواء كتير منيح، كرمال الدواء لها حسنات. لازم تنزرع ببعض الاراضي، اراضي تانية لا، لانه هي الزريعه بنفسها شتله الحشيشه هي بتهلك بتتعب الارض. بينما انت بدك الزراعات اللي كمان بتساعدك ما تتعب الارض وتغني الارض. يعني في نظم هلا اي زريعه بتساعد الزريعه الثانيه لتنمى. فهيدي هيدي بتسحب لك كل شيء، اللي هي الزريعه هاي تتعب الارض. ولكن في مناطق تنزرع فيها، طبعا في مناطق فيك تخليها لتزرع فيها، بس بدك خريطه زراعيه وتشتغل عليها. وقبل بدك مين؟ بدك يكون في تطبيق قوانين حتى ما تصير فجاه
عندك قاعده بين البيوت يعني الحشيش. يعني ما في خوف مثلا هلا اذا عرفوا انه فيها مصاري هيدي الشغله يقوموا يوقفوا باقي الزراعات وبس يركوا كل لبنان على الحشيش؟ هيدا اللي صار. شيلوا هيدا قصوا البساتين الحمضيات اوف ليحطوا موز كلهم مع بعض. كلهم مع بعض بكره الموز بيرخص كثير بيجوا بقصوا كلهم مع بعض مره كمان لانه ما في ترشيد وما في تنظيم اكيد. مره بالبقاع كلهم راحوا زرعوا، واحد زرع يعني جزء زرعوا خس طلع غالي، راحوا كلهم زرعوا خس، بعدين صاروا يمشوا الخواريف لياكلوا الخس ليشيلوا الانتاج. بدك خطه زراعيه. حتى عنا بلبنان بنشوف كثير انواع من الفواكه اللي مثلا ما بتطلع بكثير محلات ولكن عم تطلع مثل الكيوي المانجا يعني كثير، حتى القشطة والمواد اللي هي الفواكه الاستوائية. هلا نحن عنا فرصة، نحن يا سوار هلا عنا فرصة، والدولار عم يطلع خذوا منه فرصة انه نحن هلا ارخص من غير بلاد. نحن هلا لازم نصدر، هلا لازم تشتغل على التصدير. عنا فرصة انه صار في تكنولوجيا بتخفف عليك مساحات انك تستعملها، وبتخفف عليك انك تستعمل كميات كبيرة من الماء. هلا 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 فرصة انه نشتغل. طب كمان سمعنا انك كنت عندك مشروع يعتني بالنحل. طب شو دوره وشو اهميته وشو الكارثة البيئية اللي نحن هلا يمكن رح نعاني منها او عم نعاني منها من وراء نقص بالنحل او وفاة البيئة تبعيتهم، يعني اللي مش عم تكون ملائمة لهم؟ في كتير امور لجاوب. اول شيء في التغير المناخي عم بأثر. هذيك السنة مثلا مرق سنتين في تغير مناخي، في تغير بالطقس ضرب الزهر يلي بيمشي يلي بيربى عليه النحل. في شغلة تانية انه سرعة اللي بيفتكر الناس انه منجيب من برا الانواع النحل جابوها من برا، هيدي كمان ضربت النحلة اللبنانية. والنحلة اللبنانية إلى معودة او كل بيئة إلى الحشرات والحيوانات والنبات يلي بتناسب كل هالنظام متكاملة. فجابوا من برا كمان ضرب، صاروا مضطرين، وحتى اجا معه امراض صحيح. فات المرض ما كان عنا اياه، الفاروا ما كان موجود، فات هيدا المرض. لتصير الخبيثة اكبر، بدل ما نعالج الاساس، خبيثة الفاروا صارت انه بلشوا بالادوية انه يطببوها. بينما في طرق بيئية نطببها ولكن خلص مشيت صار يطببها. هلأ الأدوية اللي عم تجي لنطبب الفروة هي كلها على الدولار. فكل هلأ الشغل مع وبالشتاء انت مضطر تعمي خلطة للنحل لأنه انت أخذت له أكله. بس هي مش نفس النحلة، وهون كمان ما يقولوا انه طعمه سكر أو لا، بمجبور المزارع يطعمي بالشتاء السكر. وهلأ السكر كمان صار على الدولار لأنه بالصيف مش نفس النحلة، ما هي النحلة بتعيش 60 يوم، يعني مش نفس النحلة اللي حتعطيك بعدين العسل. بس انت بيكون الأفير بعده عايش، صحيح، تخلي الأفير عايش، وبعدين انت بتاخد الطبقة يلي مش واصل لها السكر وبتترك الطبقة اللي كانت هي بالشتوية عم تاكل منها. هاي ما ولازم تتركي لها شيء تاكل منه، بدك تترك شيء، بس انت اخذت لها العسل فانت لازم تعود لها بداله، وهي مش نفس النحلة اللي حتعطيك العسل الجيد بالآخر. في مفهوم لازم نشتغل فيه، يعني بنزلها ثورة، خليها تكون ثورة. وهذا المفهوم انه نحن بدنا نفهم النظام الايكولوجي اللي يعطينا، ونحن بدنا نفهم انه اذا اشتغلنا مع هالنظام الايكولوجي بدون ما نجيب عليه زيادات لانه هيك مفروض علينا، بيمشي حالنا احسن. العسل هلا حيكون كتير غالي هالسنة، هالكم سنة، هالسنة إن شاء الله بالطقس حيعطينا زهور، رغم إنه في كتير مساحات بطلت خضرة، بس حيعطي زهور إن شاء الله حسب المناخ كيف مبين السنة. ولكن المشكلة إنه لما فوتوا نحل من برا، مش نحل السوري يعني نحل المنطقة اسمه النحل السوري، فات معه مرض. وهيدا النحل اللي إجا من برا التلياني وغيره منه معود على البيئة، أو مش هيدي بيئته، من ازهار، نوع الازهار، نوع العسل وين موجود بالسارة. في كتير تفاصيل يمكن ما في وقت هلا اني اعطيها. بدي احط بالمخاز انه هيدا لما خرقنا نحن النظام من مطرح، بلش علقنا بقصة نشتري من برا، علقنا بقصة الدولار، وصار كل شيء على الدولار. وهلا نحن العسل عم ندفع الانتاج العسل على الدولار، ولكن
عم نقبض على اللبناني 120 ألف هلأ كيلو العسل، يعني أقل من 10 دولار يلي هو ما في سعر بالعالم أقل من 10 دولار، ونحن عنا أجود أنواع العسل بوجود هيك نظام إيكولوجي. فاللي بدي أقوله لجاوب على أول سؤال لحضرتك، نحن ما عايزين حدا، نحن نرجع نبلش من البيئة اللي الله رزقنا إياها ومن بعض. اللبناني كتير بيفهم وكتير متعلم، من هون نبلش نرجع نشتغل على نعمل نرجع التوازن. مش عايزين برا، فينا نصدر لبرا. طب كمان نحن كنا آخر فترة عم نسمع بالنسبة للساحل اللبناني ولوجود المياه الحلوة كمان تحت بالأراضي اللبنانية اللي ما عم يتم استصلاحها، وبالعكس عم نشوف سدود. أنت برأيك شو هي الطريقة المثلى لنقول بلبنان لنقدر نحافظ على الثروة المائية ولنقدر نستخرج المياه أو نستعمل المياه اللي نحن موجودة عنا؟ الثروة المائية ثروة متجددة بإذن الله، يعني بإذن الله ربنا بيبعت لك الثروة المتجددة، ونحن لبنان النموذج بالمنطقة كلها نموذج المائي. بدك الحل الوحيد ما في غيره، شيل المنظومة الفاسدة والباقي كل شيء بيمشي حاله. رجعنا لنفس الإشكالية. طب من هذا المنطلق حأختم بهذا السؤال، أنت كنت من الأشخاص اللي ساهموا بإخراج محافظ بيروت. إذا عم تعطينا أكثر من حقي وبفتخر. طب عظيم، لكن كنت من الأشخاص اللي ساهموا بهذا العمل، ولكن ما شفنا رجعتوا ضغطتوا وكفيتوا للآخر لتحطوا محافظ يكون بيدعم الثوار أو بيدعم مواقفنا وطروحاتنا. شو صار بهذه النقطة وليش ما كفيتوا للآخر؟ نحن كفينا للآخر وبعد مكفيين، لأنه شبيب عليه ملفات لازم يرد للناس حقه. فما خلص، نحن ما وقفنا شغل، بس قد ما في 100 شغل يعني. وبعدين عندك مشكلة القضاء، شبيب في أشياء لازم يدفع يردها للعالم. أوكي. بالنسبة للسؤال الثاني، نحن بلاقي المحافظ الحالي كتير جيد. ما شفنا منه فساد بعد، بالعكس شفنا كتير تعاون، رغم كل أكيد عليه ضغوطات. ما عم بقول من عندي مش معلومات، بس بتوقع عليه كتير ضغوطات، بس لهلأ نحن ما شفنا فساد بالأمور أقل اللي نحن عم نشتغل فيها. صراحة. وبالعكس نحن بنشكره على كثير من المواقف اللي وقفها، وبنعرف كان حتى بصعوبة قدر وقفها، وهو وصل حتى ما كمان أظلمه. ما ننسى انه هو وصل واجت 4 آب واجا كل الكوارث عليه. على 4 آب حاختم بهذا السؤال على السريع، بس معنا تقريبا شيء 30 ثانية. شو كان الأثر البيئي لانفجار 4 آب بمرفق بيروت وعلى البحر والساحل اللبناني؟ كارثة بالهواء، كارثة على الناس، كارثة بعدها موجودة، التلوث بعده موجود بأرضه، بعده موجود التلوث، وكارثة بالطريقة اللي تعالج فيها. وهل الانفجار قتل حيوانات غير إنه الرواسب والكيميائيات اللي كانت موجودة؟ قوة الانفجار هل كمان قتلت وأثرت على محل ما صار كان ميت؟ محل ما صار كان ميت، وشكرا لكل الصرف الصحي وجبل الكارانتينا والبور وإدارة البور من الناحية البيئية، فكان ميت. وهيدا عنا يعني هيك مع انه الوقت شغل. خلص، بس بتغل وجودك لأسألك عن الـ 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 المحطات مثل الكارانتينا وغيرها بالنسبة لمعالجة النفايات. هل قدرانين نعمل نحن حل لا معالجة النفايات والكهرباء ونحمي الثروة البيئية تبعيتنا بنفس الوقت؟ بس حتى ما أظلم، أكيد في أثر على البيئة البحرية أكيد، لأنه في مواد هي بدها دراسة، يعني لازم يضل يكون في دراسة على اللي صار. وأكيد في أحياء ماتت على بعيد أكيد، لأنه قوة انفجار كانت على قديش استوعب البحر، ما صار دراسة عليها. بالنسبة للسؤال الثاني، نحن نعم فينا نطلع كهرباء، فينا نصدر كهرباء. نحن عنا الشمس 365 إلا 45 يوم أفرج الطقس، هيدا هو ماكسيموم 40-45 يوم أنت فيك تصدر كهرباء ونعالج النفايات بنفس الوقت.
اللي بلبنان عالج النفايات عتبه على الناس وعلى الدوله سوا. لا بلشوا من البيت وقفوا استعمال اساسا. هلا اجينا فرصه انه البلاستيك صار غالي، يعني كل المواد صارت غاليه، بدك تخفف الامبلاج. فمن البيت هذا بدك تبلش من البيت وتظهر من الدوله، يعني اثنين سوا بدهم يمشوا. نعم فينا يكون عندنا مردود وبيئه سليمه اذا عملنا اداره سليمه للنفايات واذا انتجنا طاقه متجدده. مدام عفت عن جد كلام جدا جميل، ويا ريت يصار الى تطبيقه، ويا ريت كلياتنا كثوار بنحط ايدينا بايدين بعض ونقدر نخلق فعلا هيدي البيئه الحاميه والحاضنه لإلنا. حنوصل ان شاء الله، اكيد حنوصل. اعزائي المشاهدين، هون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ارجو تكونوا استمتعتوا بهيدي الحلقه مثل ما انا استمتعت فيها، ومن هون رح لكم ثوار احرار سوا حنكفي هالمشوار. الى اللقاء. صوت وصولة 17 تشرين.